إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكنا وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا مرة أخرى أن جمعنا بمجلس القرآن هذا، ببيت الله هذا، لتدارس آي القرآن الكريم وتدبر سوره، مستنيرين بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. أحببت اليوم قبل أن أنطلق مرة أخرى إلى تدارس الآيات أن أذكر نفسي والأخوات الفاضلات بحقيقة السير إلى الله جل وعلا وما يتطلبه منا ذلك من استحضار حقائق الإيمان يومياً، لكل حالة ولكل خطوة ولكل حركة ولكل سكنة ولكل نومة ولكل يقظة. ذلك أن المؤمن إنما يستفيد من القرآن الكريم تاليا أو مدارسا أو متدبرا إذا أتاه الله بصيرة حية، أي قلبا حيا لا ميتا، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وحياة القلوب إنما تكون بالتزود من هذا القرآن، نعم، وتكون أيضا بالتفكر في أحوال الحياة التي نعيشها، وبالتفكر في أحوال النفس. كل إنسان منا في هذا الوجود له وجود ذاتي، له عمق داخلي، كل واحد فينا عنده واحد الإحساس بالوجود دياله، وعنده واحد الشعور بأنه عنده مثل البئر، حل بئر عنده الداخل، وهو النفس الباطنة، عمق مطلوب مني ومنك ومن كل إنسان مسلم، بل من كل إنسان، أن يستبطن ذاته، يعني يدخل في النفس دياله، تعمق فيها، أن يستبطن ذاته متفكرا ومتدبرا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا استبطن هذه النفس وجد أنه لا يملك منها شيئا، نحن عبيد لرب العالمين سبحانه جل وعلا، لا يملك الإنسان من نفسه شيئا، وإنما الملكية لله الواحد القهار، سواء تعلقت هذه الملكية بذواتنا وبأنفسنا أو بالوجود حولنا. وحينما نتدبر هذا الأمر الرهيب نصاب بالفزع، إنسان فعلا لما يبدأ يشوف هذه الحقائق يتصاب بالخوف، لسبب بسيط، وهو أنه يجد أن أقرب شيء إليه وهو ذاته، ما كاينش شي حاجة أقرب منك من الذات ديالك ومن النفس ديالك أبدا، تجد نفسك أنك لا تملك منها شيئا إطلاقا. قبل أن أتحدث عن هذا المعنى بتفصيل، أضرب مثلا سيدنا موسى عليه السلام. ما أراد الله جل وعلا أن يعرفه قدراته سبحانه، رب العالمين حينما ألقى ما ألقى من تجلي النوراني على وادي، على جبل الطور حيث كان موسى عليه السلام، وأقبل موسى إلى تلك النار، النور الذي رأى، سمع كلام الله جل وعلا يقول له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا الحوار الذي دار بين الله جل وعلا سبحانه من علو من فوق سبحانه جل وعلا وبين موسى هذا العبد الضعيف، كان فيه تبصير لموسى بأنه لا يملك شيئا
وإنما المالكية لله الواحد القهار. والمثال الذي أحببت هو قول الله جل وعلا قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أهش بها على غنمي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هذا التعبير وما تلك بيمينك يا موسى، الله عز وجل سبحانه يرى وينظر ويبصر أن بيد موسى عصا، رأى سبحانه وتعالى مطالع عليه وراه هو يكلمه شايف سبحانه بأنه سيدنا موسى راه هز واحد العصا، مع ذلك يقول له وما تلك بيمينك يا موسى. متأمل مزيان ما قال له شيء، أشنو هذيك العصا اللي في يدك؟ يعني لو أنه يتطرح لي نسول شي واحد يبان لي نسول شي واحد شاب عصا، أنا عارفه شاب عصا وراني كنشوف فيه شاب العصا، غادي نقول له شنو هذيك العصا اللي في يدك؟ ربي ما قالوش هكذا، ما قال له وما تلك العصا التي بيمينك، لا قال له أشنو هذاك الشيء اللي في يدك؟ ما ذكرش كلمة العصا. وما تلك بيمينك يا موسى، أشنو هذاك في يدك يا موسى؟ لماذا؟ باش رب العالمين سبحانه يسمع الجواب ديال سيدنا موسى كيفاش غادي يتكلم على العصا. قال له سيدنا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. علماء التفسير ماذا يقولوا؟ لو أننا نرجع للكلام الطبيعي البشري، لأن هذا الكلام هذا كلام الله جل وعلا، يسولني واحد عندي واحد العصا في يدي يقول لي شنو هذيك العصا اللي في يدك ولا شنو هذاك في يدك، نقول له عصا عصا عصا، يعني التنكير. ما لا، موسى عليه السلام قال له هي عصاي عصا ديالي، لانه يعني نتخيلوا احنا نفوسنا احنا في واحد الكلام بيننا، يعني لما يجي واحد يسولني في بعض الاشياء الخاصه بيا كنحس بانه ذاك السؤال غريب، لأنه الكلام بيني وبين البشر يجي يقول لي شي واحد راجل كيعكز وعنده واحد العكاز يقول له شنو هذاك في يدك، يعني غيبان واحد السؤال بحال فيه واحد النوع ديال الفضول، سؤال غريب ولاش كتسول. فلما كنقول هي عصايا بديك الياء ديال الإضافة عصا ديالي أنا، يضيف العصا الياء المتكلم يعني أنا الذات ديالي، فيه واحد الإشعار، هو ما تقلش بالكلام الصريح ولكن فيه في المعنى أنه هذه العصا أنا اللي أعرفها، يعني بحال كيقول له هذه العصا أنا اللي قطعتها من الشجرة أو أنا اللي لقيتها وقديتها ودرتها على القياس ديالي باش نتوكى عليها، لأن ما يمكنلكش توكي على واحد العصا طول منك ولا قصر منك، خصها واحد الميزان معين باش يناسب الطولة ديال القامة ديالك، يعني العكاز باش تعكز عليه إلا طويل بزاف ما كيصلحش، قصير بزاف ما كيصلحش، إذن خصو يكون بواحد الميزان عنده علاقة بالطول ديال الإنسان، فعكاز هذا ما يصلح لهذا ما يصلح لهذا ما يصلح لهذا. هي عصاي مقدة على ودي أنا مصوبة ديالي، وأعطاها بعض الفوائد ديالها. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه وأن يؤدب نبيه، لأنه يصنعه على عينه، راه كيدير له إخراج باش يرد رسول مرسل إلى فرعون وإلى الملأ من بني إسرائيل. طيب، فلما إذا تكلم موسى عليه السلام بياء المتكلم بهالضمير ديال أنا الذات ديالو بقي حس بها كتملك، طيب قال له إلهي عصا تكرميها، قال ألقيها يا موسى. فلما الله عز وجل بيّن له قدرته بأن هذه العصا لا يملك من أمرها ولا من سرها شيئا، فلما ألقاها تبدلت فألقاها فإذا هي حية تسعى، ولا عصاتك دابا خذها، طبعا ولا خائفا أهرب مدبرا ولم يعقب كما في الآية الأخرى، فلما رأى تهتز كأنها جان توقف وتحرك بواحد القوة بشكل عمودي بحال الجني، ولا خائفا
ولم يعقب، أدبر وفر. فالله عز وجل طمأنه، قال له خذها ولا تخف سنعيدها. يعني الله الآن كيتكلم بما هو سبحانه وتعالى رب العالمين، سنعيدها، أنا اللي حولتها حية غادي نردها عصا، سنعيدها سيرتها الأولى. باش مرة أخرى يا موسى عندها يمشي توهملك في بالك بأنك تملك شي حاجة، لا العصا ولا ذاتك ولا أبناؤك ولا أي شيء، كل شيء مملوك لله الواحد القهار، هو المالك الحقيقي للأشياء للذوات لأي شيء. لو أراد سبحانه وتعالى أن يخسف بإنسان بما يملك بأي شيء لأنهاه في أقل من طرفة عين، فإنما الملكية الحقيقية لأي شيء في هذا الكون إنما هي لله الخالق الذي خلق كل شيء سبحانه جل وعلا. نرجع الآن لمثال ديالنا احنا، ديال الأنفس ديالنا، يعني أقرب شيء قلت لنا هو الذات ديالنا، هو الجسم ديالنا، هو النفس ديالنا، لا نملك منه شيئا. ومن أبرز الأدلة على ذلك الظاهرة اللي يعني كل شيء الناس يلاحظها، وإلا فأسرار عدم ملكية الإنسان لنفسه وذاته كثيرة لا حصر لها. ولكن من بين الأمثلة القوية جدا هذا الجسم اللي كان ملكه، لا أحد منا يستطيع أن يملك نمو جسمه من طفولته إلى هرمه، حتى اللحظة اللي كيبدأ الجسم يشيخ ويهرم، يبدأ يكبر السن ويبدأ يشرف الجسم. شكون يستطع؟ أنا وانتوما والآخر والآخر، يوقف الهرم الشرف شيخوخة يوقف ما تدخلش للبدن ديالو، لا أحد يستطيع. هذا وجهك اللي كتملكيه صباح وعشية تشوفيه في المرآة، جسمك الذي تهتمين به لا تملكين منه شيئا، رب العالمين اللي كيملكه. تدب إليه الشيخوخة وينخره العظم الهرم من عظمه إلى جلده، لا نملك منه شيئا. احنا جالسين الجسم ديالنا يوميا كيتحول، كيتحول مستجيبا لربه، ماشي أنا ولا أنت هو رب هذا الجسم، لا، الجسم مملوك لمالك واحد، وإنما هو معار عارية نسلف الله، سلف عارية أعطاه الله تعالى لهذا النفس وأسكنها فيه. ولله المثل الأعلى، هل كتشدي واحد إنسان فقير معدم لا يملك شيئا، ما عندوش دار، وكتعطي واحد دار في سبيل الله كتقول له سكن، كما كيسموها في الفقه العمرة، كتعطيها له على طول عمره من اللي يموت كتعاود ترد الدار ديالك العمرة. فالله أعمارنا هذا الجسم، أعطانا هذا الجسم نخدموا به ونسكنوا فيه على طول العمر ديالنا، فإذا انقضى الأجل كيقول كرالي ديالي، فيأخذ الجسم ويرد عناصره إلى ما خلق منه ابتداء وهو التراب، فأما التراب فإلى التراب يعود، والنفس كتمشي عند الله سبحانه وتعالى إلى البرزخ حيث يسكنها حيث ما شاء سبحانه وتعالى. كتشوفوا سبحان الله الظاهرة في الكون، يعني كتلقي ناس شخصيات كبرى، يعني من أهل المال وأهل الأعمال وأهل الرياسات، من رؤساء الشركات ورؤساء الدول الكبرى، يعني كتدوز عليه واحد سنوات معينة كيغيب عليك، ما تشوفيش في التلفزيون واحد المدة 5 سنين 10 سنين، كيعاود يجيبوا كتلقى أحواله تبدلات، رغم أنه يملك من القوة والسلطة والمال ما يجعله يغير طبائع البلاد والشعوب وغزو الدنيا، يدير الغريب والغريب، مع ذلك يهرم، هذه القوة ديالو ما لا تظهر في سيطرتي على بدني، كيشرف حتى هو، يشرف ويشيخ ويتعب إلى أن يموت، تماما بحال هذيك الفاكهة رمانة أو تفاحة أو ما شئت من الفاكهة، كتنضج في الشجرة ديالها وتطيب، طيب تفوت الوقت ديالها ديال الطياب كتخمج وتطيح حتى. فلذلك نحن كفواكه الأشجار، بني آدم كلهم بحال الفاكهة ديال الأشجار، اللي طابت الفاكهة ديالو كطيح بشكل تلقائي من الشجرة إلى الأرض وتذوب في التراب، تنتون الرائحة ديالها ما كتبقاش مزيانة، تنتون تبقى الصالحة حتى الماكلة. لهذا إذن وجب أن يتدبر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
هذه المدة اللي معطيها الإنسان يعيش حال هي لا شيء، والله الأخوات الكلمة لا شيء، والذي يغتر بمظاهر الحياة الدنيا وبزينتها وبأموالها وبأحوالها وبأعمالها ما هو إلا مغرور جاهل، لأنه إن هي إلا فترة وجيزة. وامضي جميعا، كل من على الأرض عنده واحد الفترة، يعني بحال الشجرة، شجرة كل خريف كتنفض الأوراق ديالها وتستبدلها بأوراق جديدة، وهكذا يعني كل ربيع تنبت وكل خريف تنفض. وحنا كنلاحظوا من الجيل الذي يعني نبصره والذي كان قبلنا والذي يأتي بعدنا، كل جيل كينسخ الجيل اللي قبل منه. فنحن نسخنا جيل الآباء، وأبناؤنا هم نواسخ ذواتنا. لما تشوفي في ولدك كيلعب وكيفرح، راه هذاك هو الأجل ديالك، راه تولد باش يعيش في وضعك لما ترحلين أو لما ترحل. كما أننا نحن نسخنا جيل آبائنا، وهكذا في مشاهد سبحان الله العظيم كتجي الموت فتحصدوا واحد طبقة معينة. صحيح يعني كيموت الصغير ويموت الكبير ويموت المصب، ولكن الله عز وجل عنده سنة في الكون، كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70. يعني كتجي واحد اللحظة معينة سبحان الله بني آدم كتشوفي الناس اللي في واحد طبقة معينة متقاربين، يعني ناس ولاد 10 سنين وحدة، يعني دوك اللي متفاوتين بثلاث سنين عامين 4 سنين 5 سنين حتى 10 سنين، ولاد 10 سنين وحدة كيموتوا سبحان الله بين في واحد السنوات المتقاربة، كل عام كيموتوا من المعارف اللي تعرفي واللي قراب ليك واللي تشوفي، كل عام كيموتوا منهم فلان فلان فلان. يعني كيموت واحد ما تصاحبه، مات اللي قرا معاه، مات اللي كان معاه، يعني طبقه واحده سبحان الله العظيم. ما كيكونش التفاوت كبير بزاف، يعني حوالي 10 سنوات في 10 سنوات الا من شذا وقليل ما هم. فكيجي الجيل اللي من بعده كتشد فيه حتى هو الموت، صافي كتبدا تسقطوا، يعني تبدا تقلع له الاوراق ديالو، جيل كامل تنفضوا حتى ينتهي. ثم ياتي الجيل الذي بعده، وهكذا الولادات تاتي والموت تشتغل بأمر ربها لا تمل ولا تكل. هذه الحياة التي أعمارنا الله إياها، أعطاها لنا باش نعمروها ونعيش فيها إلى حين، كما قال جل وعلا إلى حين. جاهل فعلا حقا، من جاهل فيها بالله ولم يشتغل بالتعلم، أي بالتعلم تعلم المعرفة بالله، هذا السلف اللي أعطاهنا الله سبحانه وتعالى، اللي هو العمر ديالنا، اللي هو الذات ديالنا، اللي هو الروح ديالنا، اللي هو النفس الساكنة في هذا البدن، جعلت لنا للابتلاء، للابتلاء الدقيقة الثانية محسوبة على الإنسان فيما أمضى. ولذلك مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة قبل أن تزول قدمه، وعن عمره فيما أفناه، لأن عمر هو رأس المال ديال الإنسان، العمر هو رأس المال، تعطى لنا باش نتاجروا مع الله سبحانه وتعالى فنكسب ربحا نسأل الله العافية أو خسارة نعوذ بالله من الخسارة. والربح اللي يكسبه الإنسان في هذه الدنيا هو أنه الدقيقة تولي له 10 دقائق، لأن الحسنة بعشرين أمثالها، الحسنة اللي يمكن نديرها في دقيقة تولي ب10 دقائق، والحسنة اللي نديرها في ساعة كتولي ب10 سوايع، واللي في نهار كتولي ب10 أيام، وهكذا وهكذا وهكذا. فتحصل البركة في العمر، كتحصل البركة في العمر، هذا هو اللي كيتسمى العمر المبارك، يعني من الدعاء المنصور وبارك اللهم في أعمالنا، يعني باش تحصل لك البركة في العمر، يعني كيعيش الإنسان داكشي اللي قدر له الله، ما غاديش يزيد عليه ولا سنتيم، ولكن ينجز من الخير، ينجز من الخير شيء الكثير. ويحس الإنسان فعلا بأنه أدى، أدى من الحقوق لله وللعباد ما طلب منه الشيء الكثير، فيحمد الله على ذلك حمدا كثيرا. ولهذا الإنسان المؤمن سائر في الحياة الدنيا إلى أين؟ إنما هو سائر إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كل إنسان إنما ملاقاة الله جل وعلا أحد أمرين، إما أن تلاقيه وأن تلقاه غضيا مرضيا
لقاء المحبة أو العياذ بالله لقاء المحاربة. يخطط الإنسان لحياته المستقبل دياله لأي شيء إذا أغفال أنه سائر إلى الله قطعا سيضل. يخلي الطريق اللي توصلوا لله على سبيل الرضا ويمشي الطريق اللي غتوصلوا لله ولكن على سبيل السخط والعياذ بالله. ولهذا الإنسان يفكر فعلا قبل ما يتخذ أي قرار كيتعلق بالمصير الأخروي ديالو. يفكروا مرات ومرات. الناس كانوا كيقولوا على التوب التوب 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص على التوب. هذا المقص الأخوات الكريمات اللي كنتكلموا عليه الآن هو المقص كيضرب في النفس كيضرب في العمر ديالك. ينقص لك من عمرك الشيء اللي ما عندكش إطلاقا القدرة باش تعوضيه. ولذلك أي حياة نختار نعيشها إلا وهي راها تفصيلة كنفصلها لراسي. فلذلك واجب على العاقل أنه يخمم فعلا قبل ما يضرب بالمقص لأنه باش ما يضيعش يوم ماشي أشهر ماشي سنوات ما يضيعش يوم في غير طائل في غير ما ينفعه في آخرته. رمشتعين كدوز الحياة الدنيا رمشتعين. كل واحد فينا راه عنده واحد العمر معين عاشو من الماضي ديالو إلى هذه اللحظة. كيفكر الإنسان بحال ما عاش والو باقي. إنسان سبحان الله يوصل 60 و70 وكيحس أنه ما عاش والو. وحقيقة لأن الحياة ما عندهاش امتداد وطول حقيقي. مفهوم الطول في الدنيا ما كاينش. هذاك العمر اللي نسميه طويل لا وجود له. ولو عاش 100 سنة لا وجود للعمر الطويل. العمر اللي زاكي فعلا هو العمر العريض مش الطويل. لأن الطول فيه إحساس ديال المسافة. والمسافة مرة واحدة كتسالي. الحاجة اللي كتحسب كتسالي. غير تقولي واحد راكي ساليتي. 1 2 3 4 5 ساليت صافي. الحاجة اللي محسوبة معدودة واحد الأرقام معينة 70 80 100 120 أرقام من الأرقام. غير تقولي فيه واحد راكي كديري العد النقص العد العكسي كتنقصي ينتهي. بينما العرض هو الذي لا ينتهي. العرض هو الحياة المباركة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بالعرض. عرضها كعرض السماء والأرض. عرض بحال الإنسان كيعيش اللحظة 2 مرات بالمرات عديدات. هكذا أعمار الدنيا كاين اللي كيعيشها بالعرض كاين اللي كيعيشها بالطول. اللي كيعيش بالطول الله ما كيحس بها حتى كتمشي وإنما كيذوق حقيقة الذي يعيش عرضها. بحال نعطي واحد المثال ديال واحد الطريق فيه واحد 5 متر ديال العرض 5 متر ديال العرض ولكن مطلوب منه يعني راه غادي يمشي في الاتجاه ديال الطريق حتى النهاية ديالها. النهاية ديالها محدودة بواحد نقولوا مثلا واحد الكيلومتر ديال الطريق وغادي تنتهي. ولكن قلت فيها عرض ديال 5 متر. كاين اللي كيقبط الطريق ويبقى غادي لقدام يعني راه غادي ينتهي صافي غنوصل النهاية ديالها. وصل كمل الكيلومتر راه كمل الحق ديالو. لكن هذاك الانسان الاخر من المثال الاخر النموذج اللي عنده 5 متر ديال العرض كيقول غادي ندير هذه الخطوه الاولى هذا متر ولكن جنبها واحد المتر اخر ما كيمشيش طول كيمشي للعرض يعاود يخطوي واحد الخطوه اخرى على العرض متر 2 3 5 يعني عاش اللحظه اللي عاشها هذاك الاخر 5 مرات عاد كتجي الخطوه الثانيه ديالو. هذه 5 مرات شنو هي؟ الاعمال المفيده يعني عبادة الله في الأرض تخليك تحسي بالامتداد الخالد للإيمان وللنفس. يعني ما كتبقاش الموت عندك هي نهاية الدنيا. الموت يعني لا أقول نهاية الدنيا ما كتبقاش الموت عندك هي نهاية الإنسان بل هي قنطارة كتحسي بالامتداد كتحسي بالحياة ديال الآخرة الآن في الدنيا. وهذا كمال الأنس. إنسان مونس. أما الإنسان والعياذ بالله اللي سد عيني عن الآخرة كتولي الموت عنده فزع فزع رهيب عقدة فوبيا مرض كتولي عنده لأنه كيحس بأنه غادي يخليها الدنيا وينتهي كما يئس الكفار من أصحاب القبور
هذه عقدة، هذه مصيبة. أما المؤمن فهو يأنس بعبادة الله، ما حد كيعبد الله تعالى ويحس باللذة والأنس ويحس بالجمال ديال الحياة، رغم أن شوف كيشوفها ثانية غادي تسالي، ولكن اللذة ديال العبادة ما كتساليه، لأن اللحظة ديال الصلاة اللي كتعبدي فيها الله، أو الصدقة، أو العمل ديال الخير اللي ديريه، أو يعني اللحظة اللي تشعري فيها بالمحبة ديال الله سبحانه وتعالى، أو اللحظة اللي تجلسي تصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذيك اللحظات اللي محسوبة عليك في الدنيا بالدقائق، راكي كتخرجيها من الزمان الفاني، كتخرجيها من الزمان الفاني وتحطيها في الزمان الخالد الذي لا يفنى. يعني لحظات كتسافر بها من التراب للسماء، كتخرج بها من الزمان اللي كيتسالى اللي هو العمر، وتعيشي بها اللحظات اللي عمرها ما تسالى، وهي اللي كتبني لك العمر الخالد، كتبني لك العمر الخالد في الجنه. ومعروف ان عمر الجنه لا ينتهي، لا ينتهي، خلود سرمدي ابدا. فتجي واحد اللحظه للانسان وهو يتطور في مراتب الايمان ومدارج الايمان، كيوصل درجه اليقين. لما يوصل ديك الدرجة ديال اليقين يصبح له شوق، شوق إلى نعم الله في الجنة، ما يبقاش عنده تعلق بمتاع الدنيا، يأخذ من الدنيا قوته. عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أمنا أم المؤمنين، كانت كتقول على الطعام ديال سيدنا محمد وولاده والعيالات دياله، كان طعام آل محمد قوتا. تعرف شنو القوت؟ القوت هو هذاك الرزق اللي كياكلو الانسان وما كيكفيهش، يعني ماشي كياكل تيشيط عليه، لا، مش كياكل تيشبع، لا، وانما كياكل كيحيد له الجوع، كيحيد له الجوع ولكن ما كافيش. يعني لو كنت تعطيت له فرصه يزيد ياكل، باقي عنده، يعني باقي كيوجد لذه ديال الماكله، وباقي كيوجد رغبه ديال الماكله، وانما هو على قوت، يعني الحمد لله كياكل باش ما يموتش، باش ما يحس شيء بالحريق ديال الجوع، يعني محافظ على الهيئه والبنيه ديالو مزيان. كان طعام آل محمد قوتا، هذا هو باش عاش سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، هو واهله وازواجه طيله عمره عليه الصلاه والسلام. وكذلك عاش كثير من اصحابه الربانيين على القوت، وكثير من اهل الله الصالحين عبر التاريخ. ماشي معنى هذا الشيء انه الانسان يعني ينقطع على طيبات الحياه الدنيا، لا، ليس هذا القصد، ولكن القصد هو باش النفس ديالو ما تتعلقش بالاشياء الفانيه، فانيه تنتهي، وانما تتعلق نفسه بما يبقى. قولي ذهبت كلها الا كتفها بالباقي. لما عائشه رضي الله عنها تصدقت بالشاء لما ذبحوها، تصدقت بها كلها، بقى الكتف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها باقي شي لحم؟ قالت له ذهبت كلها، مشات كلها من قوله، الا كتفها هو اللي باقي. قال لها قولي بقيت كلها، ماشي مشات وذهبت وضاعت، لا، بقيت كلها الا كتفها، هذاك الكتف هو اللي هو اللي هو اللي ضاع، لان غادي ناكله ويمشي التراب ينتهي. اما الذي تصدقت به يا عائشه فقد باقي نعيما خالدا مخلدا، يعني خرج من الزمان الفاني، راه شيء عجيب. هذاك اللحم، هذيك الصدقه خرجت من الزمن الفاني للزمن الباقي، مشات للزمن الباقي. الدرهم اللي تصدقيه في سبيل الله خرج من الفناء الى البقاء. اللحظه من عمرك اللي تشتغلي بها في العباده، في الخير، في الدعوه الى الخير، خرجت من الزمن الفاني اللي هو عمرك اللي كينقص، خرجت منه ودخلت في العمر ديالك اللي باقي، اللي عمره ما يفنى. هذا المعنى العظيم الذي يعلمنا اياه القران الكريم. شيء كله في كتاب الله. القران الكريم رساله من عند رب الكون، جاءت من فوق سبع سماوات، كلام الله جل وعلا، جاء يحدث هذا الانسان بحقيقه امره ووجوده عسى ان يخرج من غفلته. والله الاخوات الكريمات، الا الانسان يتحسر فعلا ويتاسف ويأسى على الوضع ديالنا كمسلمين، غافلين عن الحقيقة الوجودية، غافلين عن الحقيقة القرآنية. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، ويا حسرة على هذه الأمة وعلى هؤلاء المسلمين الذي عندهم القرآن الكريم.
لو أن لو إنسان اشتغل بكتاب الله عز وجل تلاوة يقرأ الكتاب صباح مساء يتدبر حقيقة نفسه ومصيره ليكون يوجد فيه كل المشكلات دياله والله الذي لا إله إلا هو، يوجد المشكلات دياله النفسية والأسرية والاجتماعية يلقاها في القرآن، يلقاها في القرآن. يعني كتخطبوه هو الله تعالى يفتح عليه نور من عنده سبحانه وتعالى ويقول له العلاج ديالك كاين هنا قلبه، قلبه غادي يحدثه بديك شيء. يقول له اليقظة ديالك، اليقظة ديالك، الفيقة ديالك من الغفلة ديالك كاين هنا. فإذا حصلت للقلب اليقظة فقد حصلت الهداية، وتلك أعظم نعمة على الإطلاق امتن الله بها على عباده. احنا واهمين كيسحب النبي أن الدنيا المال والأعمال والجاه والحياة المادية هي أعظم نعمة. أبدا أبدا، الله عز وجل عنده واحد المحطات ثلاثة كبار أعطاهم البنادم نعم أفضلها هي الهداية. المحطة الأولى كما ذكرت مرارا وتكرارا الخلق، وراء بنادم كاع ما كانش، فقدر الله عز وجل أن يقول له كن فيكون، وخلقنا، خرجنا من العدم إلى الوجود. وهذه النعمة لا يستطيع أحد أن يشكرها تمام الشكر. ثم بعد أن خلقنا رزقنا، والرزق ديال الله ديال 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 الله تعالى، ورزق الله سبحانه وتعالى يعني اللي أعطاه لبنادم رزق مقدر لا يزيد ولا ينقص، هو والعمر سواء، الرزق والعمر بحال بحال، كما ربي تعالى قدر لك العمر ما يزيد شي سنتيم كذلك قدر الرزق ما يزيد شي سنتيم. الرزق واحد، يعني ترقي الأسباب اللي بغيتي راه داك الشيء اللي كتبه لك الله تعالى غادي يجيك غادي يجيك، لا يزيد ولا ينقص. ثم النعمة الثالثة الكبرى الهداية، اللي خلق الله أرزق الله ولم يهديه، فكيولي الخلق والرزق كيولي مصيبة، الرزق كيولي مصيبة. ويوم القيامة الكافر اللي كان غني في الدنيا وكان يعني يملك يعني أسباب الغلبة وأسباب القوة في الدنيا يندم أن كان، كيندم على اش كان كاع، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الهداية هي النعمة اللي كتغطي كل النعم، فمن حرم الهداية فقد حرم كل شيء، ومن أوتي الهداية فقد أوتي كل شيء، كل شيء. لأنه الهداية تنزل عليه السكينة والبصيرة يولي يشوف، كيخرج من داك الأعمى ديالو ديال البصيرة ديالو يولي يشوف الحقائق كما هي، كما يراها الذي انتقل إلى الآخرة. لأن الإنسان غير يموت يبدأ يشوف الحقائق كاملة وشوفها باينة، وما كيبقاش الوهم عنده الغلط. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديد يعني من الحدة والدقة، لأنه الآن مبصر الأوهام، خيالات، وسائل الإعلام تخيل لنا الباطل كتردو حق والحق تردو باطل، يزينوا لنا الشهوات يردهم لنا النعم، وما هي إلا نقم الشهوات الباطلة الفانية، وما هي إلا ابتلاء لهذا الإنسان. مع الأسف القرآن يحذرنا يوضح لنا، القرآن كيعطينا النظر الحقيقيين باش تشوفي الحقيقة كما هي، كون حطوا النظر ديال القرآن ونلبسوا النظر ديال الشيطان. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.